اخواني دقيقة دقيقة، امر خطير خطير. لا ما ي... والله والله ما يستحمل التأخير. اسمعوا جيدا، الناس يا اخواني متهاون بصلاة الجمعة في رمضان وفي غير رمضان، رغم في احاديث تشيب الراس لو تسمعها عن هذا الامر. قال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب عند الله من المنافقين. وهذا الحديث في صحيح الجامع. في الحديث الآخر: من ترك 3 جمعات تهاونا بها طبع الله على قلبه، والطبع على القلب أن يصبح قلبه قلب منافق. والمنافقون قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعوذ بالله من النفاق وأعماله.